لنقاش هذا الملف ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة الألمانية برلين الخبير العسكري والأمني محمد فوزي اللامي. أهلا بكم سيدي. تحية طيبة لك سيدتي والمشاهدين الكرام. كيف تقرؤون انسحاب القوات الأمريكية من سوريا نحو العراق بتزامن مع زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المفاجئة إلى العراق؟ يعني سيدتي، حقيقة مجموعة الدراسات الأمنية SSG التي تعمل في داخل البيت الأبيض أصدرت تقرير قبل يومين عن هذه الحادثة، وقالت بأنه هذه الانسحاب هو لم يكن يعني غير مخطط له. بالفعل كان هذا الانسحاب مخطط له. العلامة الأولى هي علامة أن هنالك دول قادمة حلفاء مع أمريكا كتركيا في الدرجة الأولى والمملكة العربية السعودية والتحالف قادرين على تكملة هذه البقية مع تنظيم الدولة بقية القتال، وفي الدرجة الثانية هنالك حقيقة استراتيجية أمريكية جديدة نحو إيران يجب أن تكون هي الأولوية. وذكرت في الحقيقة التقرير ذكر في الدرجة الثانية أنه الميليشيات العراقية الموجودة في العراق هي سوف تحتل المرتبة الأولى من حيث الأولوية لأمريكا في مواجهة هذه حقيقة استراتيجية جديدة. نحن اليوم نعيش استراتيجية جديدة للرئيس ترامب. لا ننسى بأن الرئيس ترامب طبعا هو هذا عبارة عن وعد انتخابي في انتخاباته، قال بأننا سوف لن نبقى في سوريا ونفذ وعده الانتخابي، ولكن انتقل إلى المرحلة الثانية في العراق. فاليوم نحن نعيش في المرحلة الثانية التي ابتدأت بانتشار هذه القوات في العراق، والملف الإيراني نستطيع أن نقول بأنه سبق عندما دخلت القوات الروسية في سوريا قال الرئيس أوباما لأننا سوف لن نقاتل الروس من أجل سوريا. اليوم الرئيس الأمريكي ترامب يقول بأننا سوف لن نقاتل تركيا من أجل الأكراد. بالعكس، سوف لن يكون هنالك العقوبات ضد إيران مؤثرة لولا وجود العامل التركي بالتأكيد. لكن لماذا برأيكم في هذا التوقيت بالذات تعيد قوات الاحتلال الأمريكي انتشارها في العراق تحديدا دون باقي القواعد الأمريكية الموجودة بمنطقة الشرق الأوسط؟ يعني هو هذا السؤال سيدتي المتوفر الآن والذي ينتشر وحوله طبعا هنالك، لا ننسى بأن هنالك تكهنات كبيرة حول حركة الانسحاب، لكن نبقى يعني في مسألة أساسية أنه الرئيس الأمريكي ترامب قال بأننا هزمنا تنظيم الدولة، ويعني بأنه المناطق مثل العراق التي انهزم فيها تنظيم الدولة من المفترض أن القوات الأمريكية تنسحب لا تعيد انتشارها وإعادة انتشارها. يعني بأننا اليوم نمر في مرحلة جديدة هي مرحلة عدم الثقة بين الأمريكان وبين الحكومة المركزية في العراق. طبعا لو شاهدنا حجم القواعد حجم الانتشار الجديد، الرئيس ترامب حضر من دون أن يمر ببغداد وأربيل. طبعا بالتأكيد نحن اليوم نمر في مرحلة جديدة في مواجهة إيران وفي مواجهة ذيول إيران. بالتأكيد هنالك تصعيد في هذه المواجهة، والأمريكان يعتبرون بأن هذه المنطقة منطقة استراتيجية كبيرة في العراق، من المؤكد أنه يجب أن يزيد حجم القوات فيها لمواجهة أي خطر قادم. ما دلالات تمركز القوات الأمريكية في مواقع مختلفة كقاعدة الحرير في الشمال وقاعدتين جديدتين تم تأسيسهما في الأنبار، خاصة بالتزامن مع ورود أنباء عن طريق سالك للميليشيات من العراق إلى سوريا وحتى لبنان؟ يعني هو الأخبار تواردت بأنه اليوم هنالك عمل، يعني حقيقة هنالك تعقيدات في حركة الميليشيات، ميليشيات الحشد الشعبي في المحور السوري، كون أن الأمريكان اليوم منعوا هذه الحركة. طبعا القاعدة الجديدة الموجودة اليوم في الحرير في شقلاوة قريب الأنبار طبعا يعتبر بأنه قاعدة كبيرة سوف تضم مجموعة استخباراتية ومجموعة استطلاع استخباراتية قريبة عن إيران. تستطيعين أن تقولين سيدتي بأنها سوف تكون عين على إيران حقيقة، كون أن الأمريكان وحسب التقرير الذي نشروه بأنهم اليوم يريدوا أن يحيطوا المنطقة الإيرانية بالممكن بحسب الممكن بالمعلومات الاستخبارية والمعلومات الاستخباراتية، لكن العلامة الواضحة بأن هنالك لا يوجد تنسيق مع الحكومة المركزية في بغداد، وهذه بالنتيجة هي خرق لسيادة هذه الحكومة التي تدعي دائما بأن هنالك سيادة لديها وأن جميع القوات الأجنبية تتحرك بأمرها. لا بالعكس، اليوم نجد بأن تصريح مجلس محافظة الأنبار بأن القوات الأمريكية تنتشر بدون يعني
بدون تنسيق مع الحكومة المركزية هو عبارة عن أنه الحكومة المركزية في بغداد لا تمتلك السيادة ولا تمتلك أي تنسيق، وأن القوات الأجنبية متواجدة في أي حال. هي أستاذ محمد حكومة مركزية غير مكتملة، يعني الوزارتين الأمنيتين داخلية والدفاع لم تتأسس أو لم يتم تحديد من سيتولاهما أيضا. يعني هو نحن لو راقبنا سيدتي المشهد الأمريكي تجاه هذه الحكومة، يعني من ما بعد انتخابات عام 2018 تغيرت السياسة الأمريكية تجاه هذه الحكومة. يعني في عام 2014 كان هناك تنسيق كبير عالي، حتى كانت ميليشيات الحشد الشعبي تقوم بعملياتها بغطاء أمريكي واستخبارات أمريكية. أما اليوم نحن نشهد انفصال تام ما بين الأمريكان وما بين الحشد الشعبي وحتى القوات الحكومية. كيف ستكون، المعذرة على المقاطعة، كيف ستكون انعكاسات هذا الانتشار الأمريكي على الشارع العراقي، وإلى أي مدى يمكن أن نأيب العراق من أن يكون ساحة للحرب بين واشنطن وطهران؟ يعني هو بالنتيجة سيدتي المواطن العراقي هو لا يعني لا ليس طرف في هذه المعارك، بالعكس بأنه الميليشيات التابعة لإيران ديول إيران هي التي تشكل طرف، ولا القوات الأمريكية ولا حلفائها تشكل الطرف الآخر. بالتأكيد المواطن العراقي اليوم لا تخدمه الأزمات الأمنية المتجددة في هذا البلد، بالعكس العراقيين اليوم ينتفضون من أجل الكهرباء والخدمات وغيرها. لكننا اليوم المواطن العراقي هو حقيقة ضحية صراعات وتجاذبات وصراعات قوى إقليمية. السبب الرئيسي في أذية هذا المواطن العراقي هو أنه لا يوجد حكومة في بغداد قادرة على أن تكون حكومة ذات سيادة وحكومة حقيقة ذات قرار وتخدم المجتمع العراقي. لذلك تجد بأن هذه الحكومة هي حكومة رهيلة، يعني وحكومة لا حكومة ليست صاحبة قرار أن تكون مع إيران أو ضد إيران أو أن تخلي الساحة العراقية من هذه التجاذبات. نحن اليوم نعيش مأساة أن السبب بذلك هو ضعف الحكومة المركزية في بغداد. أشكرك جزيل الشكر الخبير العسكري والأمني محمد فوزي اللامي، كنت معنا عبر الهاتف من برلين.